شبكه الخدمة ترحب بحضرتك وتقول لك بهذه المناسبه ماذا تقول للفلاحين؟ احنا بنقول للفلاحين ان نهضه مصر هي بيفتحوها الفلاح المصري. احنا عايزين نرجع للفلاح المصري كرامته، ونرجع للفلاح المصري سمعته وصيته كفلاح قادر على ان يجعل من هذه الارض الطيبه يجعل منها يعني يعود بها الى سمعه الفلاح المصري القديمه. الارض نريد ان نستقل بالزراعه، نريد ان نستقل بالقمح، نريد ان يعود القطن المصري الى سمعته، نريد ان يعود الكتان المصري الى سمعته، نريد ان يعود الارز المصري الى سمعته. بدون الفلاح المصري، بدون الفلاح المصري لن نستطيع ان نؤسس نهضة لمصر. لذلك لابد ان يعود للفلاح دعم الدولة له، ان يعود حق الفلاح في تكوين احزابه، حق الفلاح في تكوين نقاباته المستقلة، حق الفلاح في المعرفة، حق الفلاح في الارشاد الزراعي، حق الفلاح في دعمه بالسماد وبالمال وشراء المنتجات منه، بحيث ان يبقى العملية الزراعية عملية مثمرة بالنسبة له. لابد ان نحول الزراعة الى صناعة، يعني بمعنى ان احنا نبقى الزراعة تبقى فيها طابع صناعي يضيف لمجمل او للجسد الكل للانتاج المصري. اما الوضع السياسي على الحدود المصريه، ماذا تقول للقوات المسلحه او المجلس الاعلى والحكومه المصريه؟ الرد الطبيعي اللي المفروض ياخدوه. احنا بنقول للمجلس الاعلى للقوات المسلحه وبنقول لحكومه عصام شرف ان ردكم كان اقل مما هو متوقع من قبل الجماهير الثائره والغاضبه، واقل مما هو متوقع من اللغه التي تفهمها اسرائيل. فإسرائيل لا تفهم لغة البيانات التي تذاع ثم تعود مرة أخرى، لا تفهم الارتباك اللي كان بادي على الحكومة المصرية، وبالتالي إسرائيل تفهم فقط لغة من يفتح لها الملفات على المستوى القانوني والدبلوماسي. احنا عندنا ملفات لابد من فتحها. أول حاجة الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد لازم يراجع، لا تترك منطقة جيم منطقة فراغ تعبث فيها إسرائيل كما تريد، ولما نعوز نبعت 1000 جندي هناك نستأذن أولا من إسرائيل. ده لازم ينهى هذا الوضع، وإن إسرائيل عليها أن تلتزم وتعرف أن مصر لها هيبتها. الحاجة الثانية أم الرشراش لازم تتفتح، إيلات لازم تتفتح وتعرف أن إسرائيل اغتصبتها بعد 49 وملفها مفتوح، وعلى فكرة دي أحد الملاحق الموجودة في اتفاقية كامب ديفيد، لازم يفتح هذا الكلام. الأسرى المصريين اللي قتلوا بيد الإسرائيليين سنة 56 وما بعدها لازم يفتح هذا الملف. إذا كانت إسرائيل تريد كما تزعم علاقات طبيعية مع مصر، فزمن العلاقات الطبيعية من طرف واحد قد ولى، ومبارك اللي هو بيقولوا عليه أنه كان كنز استراتيجي مصر لن يعود، كنز استراتيجي لإسرائيل لن يعود عهده مرة أخرى. احنا لدينا حزمة من الأدوات القانونية والسياسية يمكن لمصر أن هي تشتغل عليها. أول حاجة دعوة مجلس الأمن للتحقيق في الموضوع، الـ وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل وفورا، وقف مسألة التطبيع ومسألة الكويز، مسألة طرد السفير الإسرائيلي، سحب السفير المصري من هناك، مسألة الضغوط الأمريكية، لا يجب لأمريكا أن تحدد لمصر، يعني وقف ذلك الزمن الذي تحدد لأمريكا كيف تكون لمصر سياستها الخارجية. بعد الثورة ذلك لن يكون. شكرا.